السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. معا مشاهدينا متابعينا في كل مكان في إطار مباريات الدوري الإيطالي هنا وبالتحديد في أليانز ستاديوم إيفنت ستاديوم وفي مباريات الجولة 17 الدوري الإيطالي موسم 2020-2021 في لقاء حامل اللقب في 9 مواسم الأخيرة والأرقام القياسية لدى البيانكونيري فريق اليوفنتوس اللي يأتي في المركز السادس بعد نتائج اليوم برصيد 30 نقطة وفوز مهم على متصدر المسابقة في الجولة الماضية على الميلان. وجود مباراة نابولي اللي كان طبعا شبه بعض الأمور وقامنا هنا من جانب اللاعب تراوري، هذه الكرة العرضية خط سجل دانييلو وإيجواي وألكساندرو في حين كان سجل لتحقيق الفوز والانتصار حيث جمعهم 14 لقاء. وأمامنا هو فرصة، ده الكرات الركنية محاولة على القائم الأول، فرصة المرة دي والكرة تعدي من جانب دكتور، هذه انطلاقة من جانب الدون كريستيانو رونالدو بعد غير راضي عن مستقبل لاعب دولي على فكرة في تشكيلة مانشيني مع منتخب الإيطالي. على طول ساسولو أمامنا هنا على طول البداية والانطلاقة، بداية حلوة للمباراة في غياب اللاعب دليخت. أمامنا انطلاقة رونالدو أمامنا يبحث عن المجهوم على الإطلاق، هذا الفريق اللي طبعا أمامنا هو فريق نادي ساسولو والأولد ليدي السيدة العجوز اللي بيحاول أمامنا هنا أنه يسجل تمريرة جبهة الشمال، اشتغل مع حامد اللاعب حامد مسريعة كريستيانو رونالدو في محاولة المرور لكن يعملها ولد بالكعب جميلة فرابوتا، لكن فرابوتا فين يا فرابوتا؟ الكرة العرضية الحلوة معمولة هجمة حلوة فيها السرعة اللي أمامنا هنا النيرو فيردي كرات العالية رونالدو خطأ المرة دي من حارس أندريا كونسيلي أمامنا صاحب الخبرات الكبيرة يبحث عن التحديات يبحث عن على طول من جانب ديبالا، ديبالا استقرار ديبالا استمرار المرة دي والمحاولات المستمرة من جانب اليوفي والمرة دي قدم ماكيني، ماكيني ولد بالكعب جميلة وهي ترزينا يضيع 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 الكرة اللي فاتت، هذه الكرة على طول للاعب الشاب اللاعب جان لوكس كونسيلي، كونسيلي حارس السابق لأتلانتا الكرات الأمامية وفي الكرات الجديدة هنا في اللقاء، لكن المرتدات المرة دي محاولة تسديدة القوية أمامنا هنا لكن كان بقى الصعود على يد مارال بيلعب في قلب الدفاع النهاردة كرات العالية تعب برسا وانضم اللاعب طبعا البيانيتش البوستي وانضم استلم أمامنا من جانب اللاعب ديفريل اتلعبت الكرة خطيرة أمامنا يعني بيلعب بأسلوبه بتكتيك مميز هذا الفريق فريق بيلعب بأسلوبه تورجيوس طبعا سكورين مكانه اللاعب ايرون رمزي طبعا واحد من اللاعبين المميزين اللاعب فلاد كيركش امامنا اللي بيحاول في هذه اللقطه خروج ماكيني ودخول اللاعب البديل اللي درب معاهم هذا النجم الكبير سواء دون كريستيانو رونالدو اللي ما زال يملك العطاءات ويملك القدرات الكرات الاماميه التحرك المره دي الضغط القوي بيانجو ايضا اللاعب اللي بيبدا اساسيه بين الشوطين في مباراه فيرنتينا امامنا هنا ولقاء بارما وايضا كان لعب مباراه البارسا اللي كان فاز فيها طبعا نادي مرر كوره الى اللاعب اللي بينطلق كريستيانو رونالدو لكن شوف الكثافه للميل من جانب ديبالا، ديبالا في المساحه الضيقه يا ولد الكوره معموله حلوه قوي لكن الى خارج الملعب ادي انطلاقه كريستيانو رونالدو يسدد حلوه قوي وفي زاويه صعبه وزاويه ضيقه لكن يجي له المره دي اللاعب كيركش امامنا اهو في هذه اللقطه اللاعب في الجانب اليمين تحركات ومحاولات في ذلك الوقت ادي استحواذ 53-47 ومحاولات من جانب الفريق فريق فيرنتينا في مرمى فريق الانتر في بدايه الموسم امامنا هنا المحاولات محاولات سجل في مرمى اتلانتا وبارسا ايضا في مرمى ليجانيس لكن حتى الان ارتور كرواتيا واسكتلندا وسلوفاكيا امامنا هنا الايطالي حكم اللقاء وظهر مع الميلان ثم بقى تالقه مع هذا الفريق كان سبب الى ارتور امامنا هنا في محاوله ارتور ارتور في ما بين ثلاث اربع اهداف مثلا ممكن اقل من كده خرج امام سامدوريا وتاهلش طبعا وقتها ادي امامنا هنا على طول استلي قبلها كان ربع نهائي ايضا امام النادي الملكي ريال مدريد 2018 وكان وصيفا بقى قوت ليس له معنى تعود مره ثانيه الى كيازا كيازا حاول المرور عندك حامد جونيور تراوري لاعب الايفوار
وصيف جونيور تراوري سريع حول الاستغلال امامنا هنا اديو كوبوتو خطير خطير هذا اللعب خطير اللعب لسكوديتو في هذا الموسم في منافسه حلوه الحقيقه الدوري الايطالي يعود ويشارك بعد غياب 7 مباريات واحد من اللاعبين المميزين المواجهات على طول تحرك المره دي الضغط من جانب فريق المباراه الماضيه وتعادل الانتر النهارده مع روما يعني كل دي امور مهمه هو اللي هيحدث يدخل اللاعب السويدي لاعب ده امامنا هنا من جانب رمزي التحرك المره دي انطلاقه اللاعب كولاسوفسكي في محاوله المرور مره ثانيه الكره العاليه من باتنكور الاثنين دخلوا على بعض راسيه لاعب اوبيانجا يلغي الانذار وهيديله لحمه اوه اداله البطاقه الحمراء امامنا الفرصه ان يسجل وممكن يسجل رونالدو لكن لسه الكره في الملعب كره وفرصه في المقدمه لكن كولاسوفسكي ضيع ورونالدو حاول ووضع الكره في الملعب لكن دفاع ساسولو يتدخل والصراع الكبير كولاسوفسكي تمريره حلوه الى اللاعب ايرون رامزي بشكل افضل لكن ضاعت الدفريل امامنا انطلاقه فريق ساسولو اللي بيحاول الجسم ويبحث عن المساحه كولاسوفسكي المرمى الخالي يا راجل حرام عليك ضيان كولاسوفسكي مباراة اليوم الحكم دافيدي ماسا العتاب هنا كرة ترجع مرة ثانية إلى حارس المرمى بديلا لديبالا كان في الدقيقة 43 وتبديل رابيو بقى اللي تم بين الأشهر كولاسوفسكي أمامنا كرة ترجع على طول إلى أرتور موجود جونيور أيضا في التشكيلة موجود لوكاتيلي ديفرل لاعب رابوتا لكن اللمسة الأخيرة ضيع فرصتين أرون رمزي الفرصة القائمة لكن من جانب اللاعب مولدار يمرر نجم كريستيانو رونالدو يحاول التمرير أمامنا هنا انطلاقة حلوة الكرة من أمام النيرو فيردي اللي بيحاول أدي أمامنا اللاعب كولوسوفسكي يلعب كرة بالعرض وأيضا ما نجحش كذلك أيضا اللاعب كولوسوفسكي والتسديدة حلوة 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 كرة يا ولد دانيلو أمامنا هنا انطلاقة للشوط الثاني وهدف بعد مرور 5 دقائق في الشوط الثاني سجل البرازيلي دانيلو في مرمى إيمبولي وفي مرمى أيضا ساسولو في مباراة الموسم الماضي في اللقاء اللي كان انتهى 3-3 كان سجل اللي يبدو هيدفع ثمنه نادي أمامنا هنا استلام على طول التحرك المرة دي من جانب في طبعا في مواجهة اليوفنتوس عفوا أدي أمامنا الكرة اللي ضمن اللاعبين كريم العربي التونسي والكرة سجلت لأنها كانت مفاجأة دفاع قاتل ركنية رابعة لصالح اليوفي رأسية بروب استلام على طول أمامنا هنا التحرك ولكن تدي راحة فرابوتا اللي بيعمل الكرات لكن في دفاع طول إلى حامد جونيور أمامنا هو تراوري استلام ديفرال اوعى دفاع اليوفي في غفلة هنا يسجل الفرنسي ديفرال أمامنا سجل في مرمى أتلانتا في مرمى فيورنتينا في هذا الموسم ويسجل هدف التعادل أمامنا هنا في هذه الكرة وهذه اللقطة هدف التعادل يأتي في الدقيقة 58 شوف بقى نقص العددي ولكن يسجل ديفرل في رحلة في التقدم اللي جابه دانيلو ودي أمامنا ركنية من صانع لنادي ساسولو واليوفي يبحث عن هدف تقدم جيل مرتين في الشوط الأول مرور حلو أو من جانب رونالدو حلول الفردية لكن بونوتشي طبعا من يعني إمكانياته في الفترة الأخيرة ترتيب أمور كثيرة كرة في العمق ممكن رونالدو وكونسيلي والتحام أمامنا هنا التحام ما بين الحارس أندريا كونسيلي ورونالدو كولاسوفسكي يلعب كرة حلوة أوي استلام كيزا حظك الكرة اللي فاتت عايز يلعبها في الزاوية الضيقة فرصة عدت الكرة لفرابوتا يعمل كرة بالعرض الهدف جاي فرابوتا المرة دي يظبط ويسجل أمامنا هنا الويلزي رمزي هنا في هذه اللقطة في الدقيقة 82 اليوفي بشخصية البطل بالأداء اللي فيه إصرار وفي رغبة صحيح الكرة مش متابعة رونالدو ولا كيزا ولكن النقص العددي أمامنا هنا أخيرا يظبط البطل